بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس الإعدادي، إن شاء الله بإذن الله نبتدي النهاردة ناخد أول درس في منهج الهندسة. وأول وحدة عندنا هي الوحدة الرابعة، طبعا الوحدة الرابعة في الكتاب لكن هي الوحدة الأولى في الهندسة، حساب المثلثات. أول حاجة هناخدها النهاردة إن شاء الله اسمها النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة. بس قبل ما نبتدي ناخد درس النهاردة لازم ناخد مراجعة بسيطة كده على نظرية فيثاغورس، مهمة جدا 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 عندي النهاردة أو في الوحدة دي بالذات، نظرية فيثاغورس، وأنا هستخدمها برضو في الدروس اللي جاية. نظرية فيثاغورس كانت فكرتها إيه؟ إن أنا يكون عندي مثلث قائم الزاوية، في ضلعين معروفين، والضلع الثالث مجهول وعايز أحسبه. تمام، الضلع الثالث ده ممكن يكون وتر او ضلع قائمه عادي. طيب انت عندك المثلث اللي قدامك ده ا ب ج، مثلث قائم الزاويه في ب، والوتر بتاعه ا ج. تمام، لو انا الوتر عندي مجهول اللي هو ا ج، يبقى هقول له ا ج تربيع بيتساوي ا ب تربيع زائد ب ج تربيع، واحسب واطلع الجذر يديني طول ا ج. طب لو انا عايز ضلع عادي ا ب مثلا، يبقى ا ب تربيع بيتساوي ا ج تربيع ناقص ب ج تربيع. لو انا عايز ب ج، يبقى اقول له ب ج تربيع بتساوي ا ج تربيع ناقص ا ب تربيع. طيب تعالى بقى ناخد حاجه ثانيه اسمها القياس الستيني للزاويه. القياس الستيني للزاويه يعني ايه؟ انت عندك دلوقتي مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه بتساوي 360 درجه. تمام؟ زي ما انت عارف الزاويه كنا بنقيسها بايه؟ وحده قياس الزاويه كانت الدرجه. دلوقتي لا، في الدرجه وفي حاجه اسمها دقيقه وفي حاجه اسمها ثانيه. يبقى الزاويه ممكن تتقاس بالدرجات وبالدقائق والثواني. الدرجه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه. يعني مثلا لو انا عندي زاويه قياسها 45 درجه 38 دقيقه 52 ثانيه، تتكتب ازاي؟ هتتكتب من الشمال لليمين. 45 درجه 38 دقيقه، دقيقه دي يعني شرط 52 ثانيه، وتعمل شرطتين. طيب انا دلوقتي عشان احول الزاويه الدقائق والثواني احولها لاجزاء من الدرجات، ممكن استخدم الاله الحاسبه. الحسابات مش عليك، احنا ممكن نستخدم الاله الحاسبه على طول. ازاي؟ في زرار في الاله الحاسبه اسمه زرار الكومه، هتلاقيه كده العلامه بتاعته 3 كومه. تمام، هتكتب 45 وتدوس زرار الكومه، تكتب 36 وتدوس زرار الكومه، 54 وهكذا، وتدوس يساوي هيديك 54.615 درجة، ده جزء من الدرجة. طيب لو أنت بقى عايز تحولها من درجات لدرجات ودقايق وثواني، تدوس 45 درجة أو تكتب 45.615 يساوي شيفت درجات، هيحولها لك لدرجات ودقايق وثواني. طب تعالى نشوف بقى مثال. بيقول لك هنا ايه؟ اذا كانت النسبه بين قياس زاويتين متتامتين، متتامتين يعني ايه؟ يعني مجموعهم 90، كنسبه 3 الى 5، اوجد مقدار كل منهما بالقياس ال 60. تمام؟ يعني عايزها بالدرجه وبالدقيقه والثانيه. طيب هو دلوقتي بيديها لك نسبه. تمام؟ زي ما انت واخد في سنه سته، هنحول النسبه لقيم. طب هتحولها ازاي؟ هو بيقول لك نسبه 3 الى 5، يبقى الزاويتين واحده 3 س والثانيه 5 س. طب هو قال لك متتامتين، يبقى مجموعهم 90، يبقى 3 س زائد 5 س بتساوي 90، يعني 8 س ب 90، يبقى الس بتساوي 90 على 8، تقسم يبقى الس هتساوي 11.25 من ب، دي قيمه الس. طب الزاويه الاولانيه 3 س، يبقى 3 في 11.25 من ب هيديها لك 33.75. تدوس زرار الدرجات هيحولها لك لدرجات والدقائق. وقياس الزاويه الثانيه بالمثل برضه، 5 في 11.25 من ب هتديك 56.25 درجة، تدوس زرار الدرجات يساوي، هيديها لك 56 درجة و15 دقيقة. كده أنا كتبتها بالدرجات والدقائق. طيب، تعال نشوف برضه، نفس الفكرة، نفس فكرة المثال اللي فات هي المثال ده برضه، بس هنا زوايا مثلث. برضه هتقول لي إن الأولانية 3 س، الثانية 4 س، والثالثة 7 س. مجموعهم 180 عشان هي مثلث. نفس اللي انت عملته في المثال السابق هتعمله في المثال ده برضه، بس هنا ثلاث زوايا.
برضه هتجيب قيمه السين وهتضرب في ايه؟ قيمه السين مره هتضربها في 3، مره هتضربها في 4، مره هتضربها في 7. لو جبتها بالدرجات ماشي، عايز درجات ودقايق تدوس زرار الدرجات يساوي، هيحولها لك درجات ودقايق يساوي. طيب دلوقتي هناخد بقى بدايه درسنا بقى، ده المهم بقى، النسب المثلثيه. ايه النسب المثلثيه ديت؟ في 3 نسب انت هتدرسهم، فيهم واحده اسمها جي الزاويه، والاختصار بتاعها جي، وعلى الكالكوليتر رمزها الصاين، وفي جي بالتمام وبرمزها الاختصار بتاعها جاتا، وعلى الاله كوساين، وفي ظل الزاويه هرمز لها برمز الظا، وعلى الاله تان. طب الجا بتيجي ازاي؟ طبعا عشان تحسب الجا والجاتا والظا لازم يكون مثلث قائم الزاويه. الجا بتساوي الضلع المقابل على الوتر، الجاتا المجاور على الوتر، الظا المقابل على المجاور. طب تعالى نشوف مثلا في الشكل ده، شكل توضيح هو يوضح لك. هات لي جا الف، تقف عند الالف، الجا مقابل على وتر، شوف مين المقابل، ب ج، الوتر الف ج، يبقى ب ج على الف ج، جتا الف، يبقى المجاور على الوتر، مين المجاور ده؟ الف، الف ب على الوتر الف ج، جيب ظا الف، يبقى المقابل على المجاور، يبقى ب ج على الف ب. طيب وبالنسبه لج، تقف عند ج برضه وتجيب المقابل والمجاور والوتر. بعض المسائل بيبقى مديك مثلث متساوي الساقين، طبعا ما فيش مثلث قائم هنا، تقوم راسم عمود ينصف القاعده. طب لو اديك شبه منحرف قائم نسقط عمود عشان نكون مثلث قائم. طب لو اديك شبه منحرف متساوي الساقين نرسم عمودين زي الشكل التالي عشان تكون مثلثين قوائم ايه؟ الزاويه. يبقى لو المثلث قائم ومديك ضلعين لازم تجيب الضلع الالصق. طب تعالى نشوف مساله زي كده. بيقول لك ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ب، فيه ا ب 8 ب ج 15. اكتب ما تساويه من النسب المثلثيه الاتيه: جا ج جتا ا جتا ج ظا ج. هبتدي الاول هرسم مثلث قائم الزاويه، وقال لك قائم الزاويه في ب، هتبتدي ترسم مثلث قائم الزاويه في ب. ا ب 8 ب ج 15، طبيعي هجيب الضلع الثالث اول حاجه، الضلع الثالث ناقص الضلع الثالث هتجيبه في فيثاغورس. طب يبقى انت هتقول لي ا ج تربيع بتساوي ا ب تربيع زائد ب ج تربيع، هتربع وتجزر تجيب الجاز، هيديك ا ج اللي هو الوتر ب 17. كده انا جبت الوتر، كده اضلاع المثلث 3 موجود. ابتدي اجيب جا ج، تقف عند ج بقى، الجا مقابل على وتر يبقى 8 على 17، اجيب جتا ج مجاور على وتر يبقى 15 على الوتر 17، اجيب جتا ا المقابل على الوتر 15 على 17، اجيب ظا ج المقابل على المجاور، المقابل ظا ج المقابل على المجاور يبقى 8 على 15. طب تعالى شوف برضه مساله نفس القصه ونفس الحكايه، مديك مثلث قائم الزاويه كده زائد ا 90، ومديك ضلعين ا ب و ا ج، طبيعي اجيب ب ج الوتر فيثاغورس. هتقول لي ب ج تربيع بتساوي، ها معايا 20 تربيع زائد 15 تربيع، وبعد كده اجيب الجذر هيطلع لك ان الوتر ب ج 25 سنتي. طب هو بيقول لك بقى احسب لي او اثبت ان جتا ج وجتا ب ناقص جا ج جا ب بيساوي صفر. هبتدي احسب كل حاجه لوحدها، جتا ج 15 على 25، جتا ب يبقى 20 على 25 ناقص جا ج 20 على 25، جا ج 20 على 25، جا ب 15 على 25، برافو. هبتدي احسبها بالاله عادي، هتلاقي الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال، يبقى هتساوي صفر، يبقى الطرفين كده متساويين. مثلث برضه مثال تاني، س ص ع، مثلث قائم الزاويه في ص، س ص ب 5، ص ع س ع ب 13، عايز قيمه الايه؟ الالف والب والجيم اللي هو ايه طالبه مني. أول حاجة هبتدي أرسم مثلث قائم الزاوية س ص ع، حط الس ص ب 5، س ع 13، أجيب ص ع، ص ع ده ضلع مش وتر، يبقى هنطرح 13 تربيع ناقص 5 تربيع يديك 144، هنجيب جذرها ب 12. كده أنا جبت ص ع ب 12. أبتدي بقى أحسب كل حاجة من اللي هو طالبها مني. نمرة أ، عايز ص،
تقف عند السين وتحسب الظرف مقابل على مجاور، خلاص يبقى 12 على 5 زائد زاي مقابل على مجاور 5 على 12 احسبها بالكالكوليتر يديك 169 على 60 ربيه. عايز جتا س 5 على 13، عايز جتا ع 12 على 13 ناقص ج س 12 على 13 في 5 على 13 تحسبها برضه هيديك صفر. عايز ج س جتا ع جتا س جا ع احسب بقى كل واحده لوحدها في الاخر هتساوي ايه؟ 1. برضه نفس المثال، فكر انت بقى شوف ايه فكرته. تمام كده؟ نفس الفكره برضه بالتحديد. ادي بقى مسألة شبه المنحرف متساوي الصاقل. هتبتدي ترسم شبه المنحرف متساوي الصاقل، تمام؟ زي الرسمة اللي قدام. هترسم فيها عمودين عشان تكون مثلثين قواعد، خلاص. هو قال لك ألف زائد بأربعة يبقى هي هو اللي تحت بأربعة، ألف ب بخمسة يبقى ده اللي جيم بخمسة. طب ب جيم كلها ب 12، أنت واخد هي هو بأربعة هيبقى لك 8 نقسمهم على الاثنين يبقى ب هي بأربعة وواو جيم بأربعة. كده انت جبت الاضلاع المثلث، فاضل لك الف ه هتجيبها في ثاقوس، خلاص. يبقى 5 تربيع ناقص 4 تربيع هتديك 9، جيب جذرها 3 يبقى الف ه ب 3 وده الواو ب 3. تمام كده انا جبت الارقام كلها والاضلاع كلها، ابتدي بقى احسب اللي هو عايزه عشان اثبته في الاخر ان هو بيساوي 3. 5 ظابط طبعا هتجيب 5 تحسب ظابط تحسب جتا ج على جتا تربيع ج زائد جتا تربيع ب تحسب ويطلع في الاخر القيمه كام؟ ب 3. هنا ا ب ج اهو مثلث متساوي الساقين، ا ب بيساوي ا ج بيساوي 10 وب ج ب 12، خلاص. هترسم عمود عشان تقسم المثلث لمثلثين قوائم، خلاص. طيب بتاعتك ا ب ب 10 ب ج كله ب 6 ب 12 هتقسمه بقى يبقى 6 و6، هتجيب ا ده ب فيثاغورس يبقى 10 تربيع ناقص 6 تربيع هتساوي 64 وتجيب جذرها 8 وتبتدي بقى تحسب الحاجات اللي هو ايه طالبها منك. تمام هتحسب جا ج ا د شوفها جوه انهي مثلث قائم بقى. كل مثلث تحسب النسب بتاعته اللي هو ايه طالبها منك. اي نسبه عايزها خش جوه المثلث اللي فيه الحرف، يعني جا ب تخش شوف زاويه ب في انهي مثلث قائم وتبتدي تحسبها، خلاص. وتعوض بالارقام وتحسب عادي. دي بعض الملاحظات. جيب الزاوية يساوي جيب تمام الزاوية، يعني الجا بتساوي الجتا، لو جتا 30 هتساوي جتا 60، هتلاقي مجموعهم 90 درجة، جتا 70 تساوي جا 20، طب جتا 50 تساوي جا 40 وهكذا، لازم يكون مجموع الزاويتين ايه؟ 90 درجة. الظاء احنا كنا قايلين قبل كده ان الظاء بتساوي المقابل على المجاور، في الظاء برضه ليها طريقة تانية. ايه هي؟ الجا على الجتا، يعني انت لو حسبت الجا وحسبت الجتا وقسمتهم على بعض يبقى انت كده جبت الظاء. بعض التدريبات مهمة عشان الواجب. دي مسألة